إعلان إسرائيل تنفيذ غزو جديد لجنوب لبنان بذريعة تدمير قواعد حزب الله يوقظ ذاكرة الاجتياحات المريرة اللي عاشها البلد. على مدى عقود تعرض لبنان بشكل جزئي أو شامل لاحتلالات وحروب وعمليات عسكرية إسرائيلية بهدف القضاء على المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين. الاعتداء الإسرائيلي الأول على لبنان كان عام 1968، قصف مطار بيروت الدولي بذريعة الرد على هجوم العال اللي استهدف طائرة إسرائيلية بمطار أثينا. عام 1973 اغتالت قوة كوماندوس إسرائيلية 3 قياديين فلسطينيين بقلب بيروت رداً على عملية ميونخ. عام 1978 شنت إسرائيل عملية الليطانة بهدف إبعاد منظمة التحرير الفلسطينية. احتلت القوات الإسرائيلية منطقة جنوب نهر الليطاني لثلاث أشهر قبل أن تعود وتنسحب نتيجة للضغط الدولي وقراري مجلس الأمن 425 و426. عام 1982 غزت إسرائيل لبنان مجدداً متذرعة بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن، وأعلنت أنها تريد طرد منظمة التحرير. فرضت حصار خانق على بيروت متسببة بمجازر وسقوط الكثير من الضحايا. غادرت منظمة التحرير بيروت حينها، وأبقت إسرائيل احتلالها للجنوب 18 عام. انسحبت تدريجياً من بعض المناطق حتى الانسحاب الكبير عام 2000. بعامي 1993 و1996 شنت إسرائيل قصف مركز بحملتي تصفية الحسابات وعناقيد الغضب. بعام 2006 وبعد خطف حزب الله لجنود إسرائيليين عبر الحدود، شنت إسرائيل اجتياح واسع ومواجهة مع حزب الله استمرت ل 33 يوم قبل إعلان انسحابها. مجدداً يشهد جنوب لبنان اجتياح إسرائيلي آخر، فكيف سينتهي الاحتلال الجديد؟